مشاهدينا، نبات اليوم هو نبات البوتس ولا نبات اللبلاب ولا نبات قلب عبد الوهاب كما هو معروف في دول المشرق ولا الدول العربية، وأيضا يعرف بالمشاتل بنبتة المداد. هذا النبات يعد من النباتات الداخلية، نباتات الزينة والديكور. غالبا يستعملوه الناس كنبات ديكور يكون داخل البيوت في الصالونات في المطابخ وحتى في الغرف. هذا النبات يعني من أشهر النباتات الداخلية للديكور. هذا النبات يعني تقريبا فيه اختلاف بين في الألوان وأحجام الورقة. هناك نوع يعني تكون الورقة أكبر ولون أخضر جميل، وأنواع أخرى تكون فيها ورقة خضراء ببقع صفراء، وهذه يعني اختلافات كلها في حجم الورقة واللون. طبعا نقدر نستعملوا هذا النبات في الصيص ولا محبس وين نوضعوه في الغرف. نقدروا نزيدوا شويه حجاره ملونه بيضاء حمراء صفراء اللي راح يعني اكيد راح تزيد لنا في جماليه هذه النبته وتعطيها ديكور اجمل. يعتبر هذا النبات من النباتات اللي يعود أصلها للمناطق الاستوائية، وكما هو معروف دائما على النباتات اللي يكون أصلها من المناطق الاستوائية أنها يعني تكون في الجو المعتدل، يعني لا حرارة مرتفعة ولا برودة، يعني هذا النبات لا يتحمل الساقع. هذا النبات يحب الضوء الساطع اللي راح يزيد في جمالية الأوراق ويزيد يثبت اللون أكثر. اللون الساطع يعني أنه ما تقيسوش أشعة الشمس المباشرة، ولكن تكون إما إضاءة طبيعية من أشعة الشمس، يعني ونأكدوا أنها ما تكونش مباشرة، أو إضاءة في الغرف وتكون إضاءة ساطعة كما قلنا. يعني بالنسبة كما قلنا للإضاءة في فصل الصيف تكون الإضاءة طبيعية بأشعة الشمس، ولكن أكدوا مرة أخرى أنه ما تقيس أشعة الشمس النبات. أما في الشتاء نقدروا نستعملوا إضاءة المنازل إما في الغرف أو في الصالونات. نقدروا نستعملوه كما قلنا كإضافة للديكور بين الأثاث في محبس كبير ولا محبس صغير، ونضيفوا له حجارة ولا ديكور آخر. بالنسبة لري هذا النبات يكون ري باعتدال، يعني لا إفراط ولا تفريط. لما نشوفوا سطح التربة يعني جف، نلاحظوا أن التربة جفت تماما من الماء، نسقيوها يعني ري بانتظام. نبات البوتس ولا اللبلاب اكيد معروف يعني عند معظم الجزائريين، ونستعملوه كديكور كما قلنا ديكور داخلي للمنازل. نقدر نوضعه في يعني حتى في غرف النوم، في المطبخ، في الصالون، ولا حتى في الرواق ولا في الكولوار. يعني نستعملوه نبات معلق وين تدل الاوراق وين يزيد لنا يعني جماليه للمكان اللي يكون موضوع فيه. هذا النبات كما قلنا يعني لا يحتاج الى عنايه كبيره، السقي بانتظام لما نلاحظوا جفاف التربه. واكيد بالنسبه للاوراق نقدروا في فصل الصيف لما يعني تكون جف، يحتاج يعني هذا النبات الى رعايه اكثر، وين ما لازمش يعني تجف التربه اكثر، نقدروا نستعملوا رذاذ من الماء ونبخوا هذه الاوراق باش يعني نزيدوا في انتعاشها وحيويتها. اكيد كما قلنا هذا النبات يعني نقدر نستعمله كاضافه للديكور وين يعني يكون في درجه حراره حتى 30 درجه. وكما قلنا ايضا انه هذا النبات يختلف في الشكل والاحجام وحجم الورقه والشكل واللون، يعني نبات جميل جدا، نبات ديكور وزينه واضافه جميله للبيوت. We'll be right back.
إذا مشاهدينا نبتة البوتوس ولا نبتة اللبلاب نبتة جميلة سهلة العناية وأكيد سهلة أنها تتكاثر، يعني نقدر نبتة واحدة نخرجوا منها عدة نباتات بواسطة أنه نقطعوا عرف من هذه النبتة نوضعه في الماء، لما تخرج الجذور نزرعوها في التربة، وهكذا راح تكون عندنا مجموعة من النباتات المتعددة اللي تزين لنا البيوت المكاتب وحتى يعني غرف النوم وفي كل مكان، في كل مكان نحن نلقاو هذه النبتة الجميلة. إذا مشاهدينا كانت هذه نبتة تاع اليوم، نبتة جميلة كما قلنا، نتمنى تكون نالت إعجابكم وتعرفتوا عليها أكثر. نتلقى في الأعداد القادمة مع نباتات أخرى والعالم الأخضر اللي أكيد راح نوزعه من خلاله الطاقة الإيجابية الجمال وين ما كانت النباتات. السلام عليكم.